إذن تفاصيل أكثر عن هذا المشروع، مشروع القرار. هو مشروع قرار أو مشروع قانون لفرض عقوبات إضافية على حزب الله، امتداد لمشروع قانون العقوبات السابق الذي سبق وأن مرره الكونغرس الأمريكي ووقع عليه البيت الأبيض. إذن هي عقوبات إضافية وامتداد للعقوبات السابقة. أبرز هذه العقوبات هي على قسمين، القسم الأول هو القسم الاقتصادي، محاولة الضغط على حزب الله ماليا وعلى المؤسسات والأفراد و الدول الأجنبية التي تدعم حزب الله ماليا وبغيرها من الطرق بحسب نص المشروع. هناك فرض جزء متعلق بفرض عقوبات على هؤلاء الأفراد أو المؤسسات أو الدول الأجنبية أبرزها إيران بحسب ما ورد في نص المشروع، وهناك أيضا جزء آخر متعلق. هل تم تسمية إيران في المشروع؟ نعم، هناك تسمية مباشرة لإيران والدعم الإيراني لحزب الله، حتى أن هذا الذكر لدولة إيران كان حاضرا على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية أدرويس لدى افتتاحه هذه الجلسة. قال بأنه قلق للغاية من التقارير التي تشير إلى أن إيران وحزب الله يبنيان منشآت صاروخية على الحدود مع إسرائيل، وقال بأن هناك أيضا تقارير لدى اللجنة تشير بأن حزب الله يبني مع عامل صواريخ بالقرب من المستشفيات والمدارس والمساجد في لبنان. إذن هناك ذكر مباشر لإيران في هذا المشروع ردا على سؤالك. بالعودة إلى ما كنت أقوله عن العقوبات، هناك الجزء المتعلق بالعقوبات وأيضا هناك جزء متعلق بتجميد أموال أي فرد يدعم حزب الله ماليا وبغيرها من الطرق كما ورد في هذا المشروع، وهنا إشارة إلى بعض الأفراد الموجودين في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى هناك أيضا بند مهم للغاية وهو البند الذي أثار قلق الحكومة اللبنانية ومتعلق بتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. ما يقوله مشروع القانون بأن أي فرد يدعم حزب الله ماديا وبغيرها من الطرق، وهنا غيرها من الطرق تشير حتى إلى دعم على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكنه دخول أو الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة. وهنا لدى سؤالنا لعدد من أعضاء الكونغرس الضالعين في هذا المشروع حول أعضاء في أو أفراد في الحكومة اللبنانية، كان هناك بند أو تعديل تم إضافته على هذا المشروع يقول بأنه يمكن للرئيس الأمريكي أن يرفع هذا الحظر عن حصول تأشيرات دخول للبنانيين يدعمون أو غيرهم يدعمون حزب الله في حال قدم الرئيس الأمريكي إلى الكونغرس أو أبلغ الرئيس الأمريكي الكونغرس لفترة أقصاها 6 أشهر بهذا الموضوع، وقال بأن هذا الموضوع أو أعطاء تأشيرات دخول مرتبط مباشرة بأمن الولايات المتحدة القومي، حينها يمكن أن يكون هناك استثناء على منح تأشيرات دخول لمن يدعم حزب الله إلى الولايات المتحدة. نعم، شكرا جزيلا لك رنا أبتر مراسلتنا في الكونغرس، كنت معنا من هناك.